السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل اللي متابعيني، وأهلا وسهلا بالأول مرة تشوف القناة وهيشترك فيها بإذن الله تعالى. قناة بكل سهولة وبساطة. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة بسيطة جدا جدا، وهي تخزين قرون الشطة. ازاي اللي احنا بنحب نستعملها في حاجات أكلات كتير من أكلاتنا، وما بيبقاش موجود طول السنة طبعا قرون الشطة دي، فبنصدق ونشوفها بيبقى عايزين نخزن منها. فمع بعض بطريقة بسيطة ومبسطة جدا، وعشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو هنشوف ازاي ان احنا هنخزنها باذن الله. المكونات مفيش اي مكونات، هي بس ان انا الفلفل الاحمر ده بس كده، القرون دي هعمل فيها ايه، ان انا هقطعها كده عشان اضربها في الكبة او في الخلاط، هقطعها واضربها في الكبة وارجع لكم. دلوقتي قرون الشطة اهي بعد ما ضربتها في الخلاط، انا بضربها في الخلاط مش ما عنديش كبة، ده طبعا بسهل على الناس اللي ما عندهمش كبة ان هم يضربوا في الخلاط شفشق الخلاط العادي جدا. انا لسه حتى ما غسلتوش اهو، ده شفشق خلاط عادي جدا. بعد كده بقى انا بحتفظ بيها ازاي لمده طويله عشان ما تبص مني، واستخداماتي ليها طبعا بستخدمها في حاجات كتير، ممكن تحطيها على الحشوات للسمك، تتبيله السمك للبتنجان، تحطيها مع الخضار وانت بتعمليها على النار، بتدي طعم تيست وطعم حلو قوي للخضار. اي اكله بتضيفي لها الفلفل بيبقى طعمها حاجه تانية خالص. طبعا بحتفظ بيه ازاي في التلاجة، انا بشيله في اكياس بالشكل ده، ادي الكيس اهو شايفين انا عامله له حطيته فيه وبطبطه كده بقى طبقه رقيقه، اطلعه بقى وقت ما اجي استعمله او كسر الجزء اللي انا عايزه استعمله واروح ايه حطاه فيه بقى، فبيفك بسرعه معايا. وطبعا بقيت اللي انا مش عايزاه بحطه في الفريزر، وطبعا على حسب مساحه الكيس، ممكن لو عندي الكيس اوسع شويه مش مشكله، بس هي دي طريقتي في احتفاظ، احسن طريقه بقى انا شايفاها يعني ان انا احتفظ بالفلفل ده لانه مش موجود على طول. ما بصدق بقى والاقيه اقوم جايباه وحطه، انا بحبه جدا على الجبنه القريش، بضيفه على الجبنه القريش طبعا. بتمنى ان الفيديو ينور اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في اي سؤال اكتبوا في التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.